الذكريات عندي المونيتور هنا. راش علي شماع. جيل 9 سنين بتذكر كانوا أهلي مسافرين بريت البلاد، فلا كطفل يعني طلبت منهم ألعاب يجيبوا لي شغلات بتذكر، ومن ضمن هاي الألعاب والهدايا طلبت أنا جيتارة كلعبة، مش إنه إشي مش دراسة أو إنه كان ما كانش الإشي جدي يعني، فجابوا لي إياه وانبسطت. أوكي أجت اللعبة هاي. بعد بتذكر بعد كم يوم هيك والأخوي الكبير فايت على البيت بقول أنا سجلتك بالمركز الثقافي عن جورج بواردي تتعلم. ف تعرف انا قعدت افكر هيك بقول طب مين قال لك تسجلني، يعني انا مش ناوي اتعلم هذا الاشي. بلشت اتعلم هذا، اقول لك المضبوط يعني انه كان استاذي يشجعني يعني، وكان يقول انه انا عندي موهبة يعني، بس انا كنت اتذكر يعني دائما كنت افضل العب انه مع الاولاد، مثلا العب معهم بالشارع بالطابة او كذا. مع نهاية كل سنة كنت هقول دائما خلاص هاي اخر سنه مش رح اكمل، انا بفضل محلي مش هون، بفضل انا انه تعرف اكثر الشارع والرقل، لانه هيك ولا بدك تلعب مع الطابه بدك الناس تعرف. الجيتارة كانت التزام اكثر، بدك تلتزم بدك تتمرن كل يوم، انا ما كنتش اتمرن كل يوم. طب كطفل شو كان جابرك؟ يعني بعرفش يعني فهمت علي، فيش اشي يجبرني بس انه خلص اخذ القرار انه بديش اكمل. وبعدين هيك ما بتشوف انه لما تبعد انت عن اشي تحن في اشي داخلك يقول لا روح سجل سجل كمان مرة سجل للسنة اللي بعدها. فهيك انا قضيت 5 سنين. عملت يعني باجتهاد الشخصي وطلعت على الموسيقى اللي حولي وتعلمت من اصدقائي ومن الاكبر مني وهيك. من جيل 16 سنه بلشوا هيك يعني يقولوا انه ميشيل اعطيه فرصه لهون وهناك للفرق يعني المحليه، وبلشت اعزف مثلا بالبيوت، بلشت اعزف بالاعراس، بلشت اعزف بالتعاليل. فمن 16 سنه بلشت احترف الاشي يعني، بلشت اطلع مصاري هون وهناك. لجيل 25 سنه اشتغلت يعني بالمجال الحفلات والاعراس، اشتغلت مع كل الفرق يعني تقريبا يعني الموجوده اليوم، مع كثير فرق اشتغلت منها. الموسيقى اللي بتعملها اليوم هي مش بالضبط موسيقى الاعراس. اكيد اكيد مش بالضبط، بس اعطتني يعني معرفه و خلينا نقول تجربه بالمجال الشرقي. يعني تنساش اليوم انا كصاحب استوديو ومنتج كمان تحت بالاستوديو تبعي، يعني كمان بتعامل بالموسيقى الشرقيه يعني بنتج كمان موسيقى شرقيه يعني. هون يمكن كانت فرصتك الوحيده انك تنكشف للموسيقى الشرقيه خلال العزف. كمان دعك يعني. انا بالنسبه لي بشوف انه الاعراس هي فتره بالذات لان احنا تعرف امكانياتنا محدوده هون بالبلاد، الاعراس هي كثير فرصه منيحه انك تندعك كعازف يعني، بتعطيك تجربه. فكانت هاي التجربه تبعتي بالبدايه، وزي ما قلت لك الموضوع الموسيقى ما كانش داخل شيء جدي يعني. رحت انا بعد الصف 12 كملت تعليم كهندسة الكترونيكا مع دبلوم من هناك، فكان مشوار تاني يعني، كان اكثر هيك توجه تاني. كيف تم القرار انك تقطع هذا المشوار وتبدا تعلم الموسيقى؟ بشي مرحله اخذت القرار انه بدي انا اكمل يعني ادرس الاشي بشكل جدي واطور حالي، وقررت السفر للندن يعني، وهناك التحقت بالمعهد اللي عملت فيه دبلوم على الجيتار، طلعت على عدة أساليب يعني، شفت عالم الجاز هناك اكتشفته هناك. تخيل تشوف أنت أشياء اللي بحياتك ما سامعها، بتشوف عازفين بيعزفوا بأساليب جديدة وبتقول واو شو هذا الحلو يعني هذا شايف. وكنت يعني
طلع كنت مزبط يعني كتير عن جد بالمعهد هذا، بس تعرف كان في عندي دائما نوع من ال يعني انا من نوع الناس اللي بتطلعش حشوف في عنده، يعني انه تعرف دائما بتطلع انه ايه طلع، طب ليش هذا بعمل هيك، انا مش طالع بايدي مثلا اعزف هذا الاسلوب، واو طلع قديش هذا الاشي، تعرف بصير اشي يحبطني وبصير تقول ولا يعني هذا عن جد الموسيقى مش لإلي يعني خلاص انا هذا. فذكر حكيت يعني تلفون مع الوالد بقول له انه انا مفكر انه يعني ارجع البلاد واشوف اي مثلا شغل مثلا واسس حاله هون، يعني خليني اخلص السنة وهذا. بعدين هيك تعرف بعد فترة من خلال ما حب أشوف أنا طلاب اللي هني تعرف قاعدين يتخرفوا بنات بعض وبقرروا إنه آخر السنة وين هنروحوا، إشي كان يحكي نروح جامعة وبدنا نروح نكمل. فبلشت أكتشف إنه الموسيقى مش إنه سنة، مش إنك تروح تتعلم أنت تأخذ الشهادة وهذا، الموسيقى هي مشوار عمر، مش إشي بسيط يعني عن جد مش إشي بسيط جدا. أنا لليوم بتعلم كل يوم، كل يوم بشتغل وبدرس يعني من خلال كتب، من خلال الفيديوز، من خلال الانترنت، بتعب حالي كثير يعني. فهي مسيرة حياة مش انه سنة والله واحد اخذ الشهادة وخلص. فمن هنا اخذ قرار انه اكمل انا تعليمي بالجامعة، الحق هناك وفتت خلصت لقب اول في مجال الموسيقى الكلاسيكية، تلحين الموسيقى الكلاسيكية. من هناك كملت لطوار شيني للقب الثاني، تخصصت بال موسيقى لا الموسيقى التصويرية للأفلام. تروت سوينغ ذا لو سوينغ شو لو سوينغ سوينغ ذا تريبل نכון ذا تريبل تاك داي لو داي كادين دو داي 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 رجوع للبلاد كان في سنة 2000 بعد ما انهيت اللقب الثاني. نعم بس انا بكيف يعني رجعت لهون للبلاد بكيف عن جد، يعني كان متعة لانه رجع البلاد ومعي شغل، معي علاقات من هناك، فكملت انه اسافر اروح وارجع لندن اعمل علاقات عمل اشغالي بلندن. هناك باخر سنه بال99 بال2000 تقريبا انا تعرفت على الموسيقى كثير مهم ومعروف، بشير عبد العال عازف الناي اللي هو يعد من الاول بالعالم العربي في بهذا بالناي، وهو اخوه عبود عبد العال. فتعرفت على هاي الاشخاص اللي كثير ساعدتني اتعرف على ناس من العالم العربي المتواجدين بلندن، شجعوني أن أفتح استوديو هناك طبعا في بيتي كاستوديو يعني بيتي، وبلشت أنا يصير عندي ناس وعلاقات. من العلاقات هاي أنا بلشت أطلع مصاري يعني أرتزق هناك، وأخذت القرار أنه طبعا أرجع هون على البلاد لأنه كمان مش بإرادتك ترجع على البلاد، أو يعني مش هذا شو أخذت القرار. أنت هناك على يعني قاعد على ستودنت فيزا. احكي لي كمان عن نوعية الموسيقى اللي راح نسمعها الليلة. عرض الليلة هو بعد عرض مبارح اللي كان عندنا فستيفال تل أبيب، فستيفال الجاز تل أبيب، كان كتير ناجح، كتير انبسطت أنا هناك. واليوم نفس البرنامج اللي قدمناه مبارح راح نقدمه بالمركز الثقافي اسم محمود درويش، راح يكون معي عاسفين، أمين أطرش درامز، كايت سلاوي طبلي، معالي كلار ساكسفون وكلارينيت، وفاليري ليبيتس بيس. المقطوعات معظمها من الألبوم الأول من يثرب راح تكون سيدي يثرب. وليش ما سيدي الثاني كمان طلع؟ طلع الأول ما خدش يعني من ناحية عروضات هنا ما خدش حقه يعني من زي ما لازم طبعا سبب الحياة اللي احنا عايشينها هنا. فبما انه كان عرض مبارح يعني انه استغليت الاشي بإشيين، يعني خلينا نقول انه كان عرض مبارح فستيفال تل أبيب، فليش لا تعال نعمل نفس الاشي، تعال نعمله بالناصر يعني. برضو بدي تحكي لي برضو عن مين الشريحة اللي بتيجي على العروضات تبعتك هون بالبلاد؟ برا ممكن يكون في كتير ناس، بس عم بحكي هون بالبلاد، انت عم تحكي مع شريحة معينة من الناس؟ لا محبين الموسيقى يعني
عادي الناس اللي بتحب لازم يكون على قدر معين من الثقافه الموسيقيه او الثقافه بشكل عام. طلع انا بعرف ايش يعني شو انا بحطش يعني لازم يكون على الثقافه بس انه بشكل عام طلع الجاز هو موسيقى للناس مثقفه مش ل مش شيء شعبي خلينا نحكي هيك مش راح تحضر اشياء شعبيه واشياء سهله انت بتحضر اشياء اللي بتطرح اسئله والناس بتحب تعرف بشكل عام عامة الناس يعني بتحب تروح تنبسط مثلا توكل تشرب وتسمع وتسترخي وهذا يعني بتحبش انه اشي يستفزها مثلا فالموسيقى تبعت بتستفز انت بتقعد مش تقعد مرخي بتستقعد هيك لقدام بتقول ايش عم بيصير هنا موسيقى اللي بتطرح اسئلة بالفعل فمش كل واحد بحب انه هذا الاشي يعني بقول لك شو هذا عقد يعني ايش شو عم بيصير هنا يعني بقدر اقول الالتزام عكس الارتجال التزام ايش يعني التزام يعني بفهم انا بكلمه التزام انه انا قدامي نوطه معينه وبدي التزم فيها مثلا خلينا نقول انا عازف كلاسيكال ميوزك بفهم مثلا انا قدامي يعني تكون ملتزم للارتجال نفسه ايش هو ملتزم للارتجال يعني انا يعني زي واحد بتقول لي مربط للحريه او مربط الحريه اوكي منيحه 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 بعرف ايش يعني طلع فيش حاجه واحد يعقد حاله يعني انا بقول يعني انا بقول يا انسان حر يا انه انا مربط يعني واحد من اثنين يعني هيك بشوف حالي بس انه انا يعني كوميتد خلينا نقول انا عند نوع من المسؤوليه عند نوع من المسؤوليه هي كوميتد انا ملتزم لعملي ملتزم لعملي ملتزم للفن تبعي ملتزم انه اتمرن كل يوم اتعب كل يوم ابحث كل يوم ادور على اشياء جديده انتج اما اشوف انه الموسيقى تبعي ملتزمه لا لا ولا مره شو الصعوبه انك تشوفها ملتزمه وين الغلط يعني كلمه انا هيك فيها في يعني فيها متعان معين لما تقول لي انت وهذا موسيقى ملتزمه انت بتيجي بتقول لي انه تعرف عم لا بتعطيني هيك مفهوم الاخلاقيات والانسانيه والوطن وتعرف واشياء الى اخره يعني وانا مش بهذا المحل يعني انا بشتغلش يعني بهذا الكار وين بتشتغل يعني انا بشتغل لنفسي بكل صراحه انا كل هذا تعبي عشان نفسي يعني مش عشان يعني أهذب الناس ولا عشان يعني أعطيهم أخلاق ولا عشان أفرجي إنه أنا فلسطيني ولا ألق بشتغل الإيجو تبعي يعني أنا بشتغل محبتي لنفسي يعني بس كل صراحة وبتخيل لك إنه يعني اللي زيي بالعكس بفيد مجتمع أكتر بكتير من هدول مش عما بقول لك وطني ومش أخلاقي والإنسانية ولازم هيك وده بدي أرتقي بالناس ومش عارف شو لا مش هذا اللي ببالي يعني فهمت علي؟ فالمضمون مهم انه تكون انت واضح يعني لنفسك ومع الناس واضح يعني ميشيل سجراوي اسم المشروع مشروعك الخاص بصفة الملحن يعني ميشيل سجراوي وهذا المتبع كمان بالتراديشن تبع الجاز او الموسيقى المرتجلة انت الملحن انت البروجكت تبعك هذا يعني يسمى على اسمك يسمى المشروع تبعك
ميشيل عم بتطلع على غلاف الألبوم الجديد، تحكي لي عنه شوي. الألبوم الجديد كتابات على الحائط تسجل طبعاً بمساعدة المنحة اللي أخذتها فزت فيها أنا من مؤسسة عبد المحسن القطان 2007. العازفين اشتغلوا معي بالسي دي هذا فرانك ديرزن من فرنسا عزف بيانو، في فاليري ليبت سبيس كونتراباس، وفي اثنين عازفين درامز كان أمين أطرش وأفغاني مايسترفسكي شاب روسي من هم من البلاد اللي عزف كمان درامز ببعض المقطوعات، وأنا جيتار. فهو عبارة عن رباعية من تقاليد للجاز اللي منها أنا خلينا نقول اشتقيت اللون الشرقي، فهذا كان تجديد بهذا العمل. سي دي فاجأني كتير من ناحية إعلام، من ناحية ردود فعل إعلامية يعني. وبعده جديد بنزل بال 2009، اليوم توزع بأمريكا بكندا بكل محل. فاجأني كتير من ناحية إعلام ردود فعل، فحتى أنجح بكتير يعني. عم بلاقي أنه نجاح النقد الإعلامي أنجح من الأول بكتير بسبب الأصالة اللي موجودة فيه. طبعاً حكيت لك عنها بالسابق أنه هناك كان في الالات الالمنتس الشرقيه اللي هي زي العود الكمانجه الطبله، واللي منها استأصلت عن اللون الشرقي. فانا بينما هون ما كانش في مهرب للالات الشرقيه، انت بتاخذ الات غربيه ناتو منها انت بتنتج اللون الشرقي او اي لون تبعك، انت بتخضع الالات للحضاره اللي بدك اياها. هيك نوصل لآخر سؤال، والسؤال التقليدي اللي عم نسأله لكل فنان في برنامجنا، من هون لوين؟ أنا بشتغل تقريباً كل يوم على تطوير علاقاتي الشخصية، وأنه أكون بعلاقة مع عازفين من كل العالم، مش بس من هون، من أمريكا، من أوروبا، اللي هن يعني متخصصين مجال الارتجال، إن كان بالجاز أو بكان موسيقى الشرقية أو إن كان بالدمج هذا. فعن طريق تطوير علاقات يعني أنه ممكن تصل لمحلات أبعد وأبعد، أنت بدك بحاجة لناس ترفعك وناس تتعامل معها، وبحاجة للبيئة الصح. هذا أهم إشي برأيي، أنه الواحد يعني يشتغل حاله كل يوم وضله يحافظ على بيئة سليمة وصحية، ويشتغل مع الناس الصح مش بس على الفاضي بدي اعزفون وهناك يعني. تطور علاقاتي يعني، هذا جدا إشي مهم، إنه أسجل مع ناس تنايا وناس تنايا تسجل معي، وأستمر بإنتاج يعني أعمالي الخاصة، وأحاول يعني إنه أطلع أكثر للعالم وأجرب أكثر تجارب هيك. الفنان ميشيل سجراوي، شكرا لك. شكرا لك.